بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سلام الله عليكم أحبابي في الله. في هذا الدرس الجديد على قناتكم حوح الفوز 181 فول 2، كما جاء من العنوان: ما الذي يحدث عندما نقوم بإضافة لاصق إلى الفلاش الخاص بالموبايل ثم تلوينه باللون الأزرق؟ فيعني سوف تشاهد هذا الأمر، يعني ولا أعرف إذا كنت قد سمعت بمفهوم تقنيات الضوء الأسود. بالمناسبة هي توجد في بعض المصابيح التي تختلف عن المصابيح العادية والتي هي غالية الثمن، فيمكن لك يعني تحويل أيضا هاتفك إلى هذه التقنية، تقنية الضوء الأسود أحبابي في الله، التي نجدها يعني أحيانا في بعض النوادي والملاهي الترفيهية وأيضا الملاهي الليلية، ويتم الحين يعني توظيفها في بعض المدن وفي بعض المنتزهات وأماكن أخرى. يعني صراحة هذه التقنية بخلاف يعني المصابيح العادية فهي تسمح لك بمشاهدة بعض التأثيرات التي وبعض الأضواء التي لا يمكن لك يعني مشاهدتها بالعين المجردة أحبابي في الله، وتصدر مثلا يعني بعض اللمعان عندما نقوم بتوجيهها يعني إلى مثلا بعض الملابس وبعض التأثيرات عليه. سوف نشاهد نموذج ومثال على ذلك مثلا في هذه الورقة التي قمت بإنشائها. فهي تجربة جميلة جدا أن تقوم بتحويل يعني الفلاش الخاص بالموبايل إلى تقنية الضوء الأسود والخروج ثم توجيه يعني الفلاش بهذه التقنية أحبابي في الله إلى عدة أماكن، وشاهد معي ما الذي سوف تشاهده بعد ذلك. عليهم على أساس يعني تحويل الموبايل إلى تقنية الضوء الأسود أحبابي في الله، فسوف تحتاج إلى لاصق كما ذكرت. يعني أنا شخصيا قمت بقطع بعض الأجزاء مسبقا حتى يتم اختصار الوقت. سوف تقوم بوضع في اللاصق في الفلاش مباشرة كما سوف تشاهدون، وضع بعض القطع الخاصة باللاصق ثم تقوم بتلوين يعني الفلاش باللون الأزرق كما سوف تشاهدون على القطع التي قمت بوضعها. تكرر نفس العملية، كلما كررت يعني نفس العملية عدة مرات تكون النتيجة مبهرة جدا. فسوف أقوم بوضع مرة أخرى لاصق كما سوف تشاهدون، ثم بعد وضع اللاصق مرة أخرى أقوم بتلوينه تقريبا 3 مرات بهذا الشكل، ثم أقوم بوضع أيضا اللاصق. طبعا الإخوان الذين لا يعرفون هذه التقنية فسوف أكتب عليها أكثر يعني في التدوين، وأيضا يمكن لك يعني البحث عليها في جوجل، هي شيء رائع جدا عندما سوف تقوم بتجربته. أضيف لاصق مرة أخرى قم بتلوينه 3 مرات أو 4 مرات، فثم سوف نقوم بتجربة يعني هذه الإضاءة أحبابي في الله. الحين سوف أقوم بالدخول استعمال بعض التطبيقات مثلا الخاصة بالفلاش التي نجدها، ثم سوف أوجهها يعني سوف أوجهها إلى هذه الكتابة الموجودة هنا وهذه الرسومات الموجودة هنا، التي صراحة إذا شاهدتها بالعين المجردة وبالضوء العادي فلن تشاهد كما سوف تشاهده يعني في هذه الإضاءة أحبابي في الله، الإضاءة السوداء. بالتالي سوف نمر الحين إلى الفرق يعني بين مشاهدة هذه الإضاءة باللون أو يعني هذه الكتابة بالعين المجردة كما سوف تشاهدون، وأيضا بالإضاءة العادية ثم بالإضاءة السوداء. طيب الحين بالضوء العادي الفلاش العادي بدون يعني إضافة اللاصق، فنشاهد الورقة وكأننا نشاهدها بالعين المجردة، ما نشاهده بالعين المجردة نشاهده بالضوء العادي، لكن بعد إضافة اللاصق لاحظوا معي ما الذي سوف يحدث. طيب من نفس الورقة أحبابي في الله كما سوف تشاهدون سوف نقوم بإشعال الضوء الأسود الذي قمنا بتحويل من خلاله يعني فلاش الموبايل الخاص بنا إليه. لاحظوا معي سوف أقوم بتشغيل الفلاش، لاحظوا معي فهذه نفس الورقة التي قمنا برسم عليها الرسومات يعني كما سوف تشاهدون، أو التي شاهدناها قبل قليل، فلا يمكن لك يعني مشاهدة بعض اللمعان يعني الضوء العادي، لكن يعني بالإضاءة السوداء كما سوف تشاهدون التي تظهر لك
الحين والتي قمنا بتحويل من خلالها يعني الموبايل الخاص بنا إليه، فيمكن لك يعني مشاهدة هذه الأشياء وهذه الألوان وهذه الإضاءة التي لا يمكن لك مشاهدتها بالعين المجردة أحبابي في الله كما سوف تشاهدون. هذا نموذج بسيط جدا أحبابي في الله، فأتمنى الدرس قد أفادكم. إذا استفدت لا تنسى الضغط على اللايك، فهي يعني عملية بسيطة جدا يمكن لك عملها في المنزل فقط بإضافة لاصق ثم تلوينه باللون الأزرق كما ذكرت للحصول على هذه التقنية الحديثة التي يتم اعتمادها في بعض المصابيح التي ثمنها يعني كبير جدا، فيمكن لك تحويل من خلالها الهاتف إليها عبر فقط لاصق، وكما ذكرت يعني اللون أزرق يعني من خلال يعني قلم كما شاهدنا قبل قليل. فهذا كل شيء، لا تنسى مشاركة هذا الفيديو مع أصدقائك حتى يستفيد الجميع، والضغط على اللايك للفيديو، كما لا تنسى دائما زيارتنا على موقعنا دول فيديو لدول بونتيكلا 5.com والانضمام إلى صفحتنا على الفيسبوك facebook.com/حرف84. أيضا لا تنسى الاشتراك في قناتي حتى يصلك دائما جديد الفيديوهات. في أمان الله.